السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. من كام ساعة كده عملت الفيديو بتاع التقرير بتاع يوم 26 مارس، لكن كده أما جيت عند نقطة معينة اللي أنا هتكلم عنها دلوقتي الإيه الفيديو قطع مني، فاكتفيت وحملته على ما هو عليه. فوعدتكم إن أنا هعمل فيديو تاني عن الكلام اللي أنا هقوله ده، وهو يعتبر بشرى سارة جدا أو خبر سار. يمكن عندكم فكرة إن أي دواء لما بيحبوا يستخدموه بيمر بمراحل كتيرة قبل الموافقة عليه لعلاج مرض محدد، بغض يعني حتى لو علاج جديد بيمر بمراحل طبعا أكتر، لكن لو علاج موجود في السوق وعايزين نستخدمه ضد مرض جديد ما نعرفش قبل كده هذا العلاج مفيد ولا لأ، برضه بيمر لازم بمراحل. ففي من ضمن هذه الأدوية الكلوروكين اللي هو بتاع الملاريا، استخدم على مجال بحثي على عدد صغير في فرنسا، وكانت النتيجة طيبة حسب ما ذكر التقرير، وكانت العينة اللي التجارب اتعملت على عدد صغير حوالي 20 واحد من المرضى، ولذلك منظمة الصحة الدولية قالت طبعا هذا الكلام صحيح، يوحي بأن في أمل أنه يكون مفيد لكن ما نقدرش نبني عليه. الخبر الكويس هو الآتي، وليه بقى كويس؟ إن منظمة الصحة العالمية قررت تعمل ميجا ترايل، يعني تجربة عملاقة بيشترك فيها عديد من دول العالم، وهتغطي عدة آلاف من المرضى أو المصابين بفيروس كورونا المستجد اللي هو بيسبب مرض كوفيد 19. ليه الخبر ده بقول عليه كويس؟ لانك انت اما منظمة الصحة الدولية تقرر انها تجرب الدواء على عدة الاف من المرضى، يعني 95% اوكي، يعني الدواء فعلا اوكي. عمرهم ما يجربوه على عدد كبير من المرضى الا لما يكون الدواء فعلا اوكي، بس هم بيجربوه على عدد كبير من المرضى ليه؟ عشان بقى يكملوا بقية المعلومات عن هذا الدواء، يا ترى نتيجة الفاعلية قد إيه؟ كم نسبتها؟ يا ترى في أعراض جانبية؟ إيه هي الأعراض الجانبية؟ والكلام ده كله عشان يتكتب في الإيه؟ البامفلت بتاعت الدواء، والناس تبقى والأطباء تبقى عاملة حساب. يعني هو الدواء كده معروف إن هو فعال، بس هم عايزين يعرفوا بقية المعلومات دي، إيه هي أفضل جرعة؟ وإيه هي الأعراض الجانبية؟ ولو حصل أعراض جانبية نعمل إيه؟ إيه الإجراءات اللي نتخذها؟ وهكذا. نقدر نقول إن الأدوية اللي هيجربوها ديت يعني شبه متوافق عليها، وهذه التجربة لن تاخد وقت كبير. ليه؟ لأن المرضى موجودين أساسا، وبمئات الآلاف دلوقتي. الكوفيد 19 بقى هوريكم دلوقتي الإحصائية بقينا كام، من الموقع اللي أنا باخد منه اللي هو worldmeters.info، شوفوا عدد الحالات، عدد الإصابات بقى إيه، 492 ألف 65 492 56 cases. يمكن على ما يوصل لكم الفيديو، على ما أحمله وتشوفوه يكون العدد ده عدى النص مليون. ما الأعداد شديدة جدا، يعني أنا وقت ما بتكلم في الفيديو بقول عدد، بس وقت ما بتسمعوا انتوا بتكون الاعداد زادت عن كده. فالعدد ده هو في منهم ناس خفت صحيح مش هيعملوا عليهم تجربة، بس شوف الناس اللي موجودة دلوقتي وممكن يعملوا عليهم تجربة، في 351,818 واحد مصاب حاليا، فعشان كده يعملوا التجربة يمكن على عشرات الالاف من المصابين، وبالتالي هيتكون كمية هائلة من المعلومات. التجربة ايه؟ هو المصاب بفيروس كورونا الكورس كله بياخد حوالي اسبوعين. في دول اشتركت في دخلت على الموقع بتاع WHO وسجلت 10 دول او حوالي تقريبا 10 11 دولة اشتركوا، وفي دول تانية بتكمل اوضاعها وتشترك. يمكن بكرة نعرف ان مثلا في 15 20 دولة اشتركوا في ايه؟ في التجارب على فيروس كورونا، وخصوصا الدول اللي عندها عدد كبير من المصابين واللي عندها الأدوية ديت متوفرة.
فإذا خبر جيد ليه، وبقول لكم جيد لأنه تقرر إنه يتجرب على 10,000 من الناس، هيتجرب على مصابين بدون أعراض، هيتجرب على مصابين بأعراض، هيتجرب على مصابين في حالة خطرة، هيتجربوا مع كومبينيشن مع أدوية أخرى وهكذا. متوقع إن التجربة قد تاخد أسبوعين، وبعد الأسبوعين كمان كام يوم تحليل للمعلومات، وبعدين تطلع النتيجة. بإذن الله تكون نتيجة جيدة إن شاء الله ولصالح البشرية كلها. إيه هي بقى الأدوية اللي هم هيجربوها؟ الأدوية اللي ليها سمعة كويسة اللي اتجربت في المرحلة اللي فاتت، الصين طلع يعني هي التجارب أو الدراسات، بلاش تجارب، الدراسات اللي معمولة مئات الدراسات، مئات الدراسات. هم منظمة الصحة العالمية اختارت 4 خطوط علاجية اللي واخدة يعني تأييد عالي قوي، ماشي؟ ايه هي ال4 خطوط علاجية؟ دول اللي احنا بنقول عليها دي هتشترك، وكل دول وكل مجموعة من الباحثين اللي منظمة الصحة العالمية هتقول له جرب الدواء ده، مش هيختار هو الدواء بمزاجه، لا، هي هتبقى عملية عشوائية، جرب الدواء ده، جرب الدواء ده، يا يعني انت اللي في مثلا مصر جرب الدواء ده، انت اللي في الهند جرب الدواء ده، وهكذا. وكل واحد يستخدم الدواء على العيانين اللي عنده في المستشفى ويسجل الايه؟ النتائج في الموقع. المريض خرج بعد كام يوم؟ المريض شفي ولا توفى؟ يا ترى هل المريض احتاج تنفس اصطناعي؟ الامور دي كلها بيكتب بياناتها عشان تتحلل، هيبقى يعني كمية هائلة من المعلومات هيستخلص منها نتيجة إن شاء الله تكون مفيدة جدا للبشر جميعا. هقول لكم دلوقتي إيه هي ال4 خطوط الأدوية اللي هتخش في التجربة. طبعا كلكم متوقعين إن دواء الملاريا هيخش، وده صح، ولذلك كتير من الناس، وأعرفش الناس اللي بتسمعني من ضمنهم، لا، من الناس اللي سحبوا الدواء من السوق وخزنوه في بيوتهم لعل وعسى. التجربة العالمية بهدف إيه؟ بهدف تجميع معلومات من مختلف أنحاء العالم عن أي الأدوية الأكثر فاعلية لعلاج فيروس كورونا المستجد. يشترك فيها كثير من دول العالم لتجربة الأدوية المرشحة. المشروع ده اسمه إيه؟ سوليداريتي، يعني التكافل أو التضامن. إن شاء الله هيكون بنتيجة. سيتم تجربة 5 خطوط علاجية، وهي دواء الملاريا كلوروكين وهيدروكسي، ودواء هيدروكسي كلوروكين ده أول خط، والخط الثاني في دواء تجريبي كانوا استخدموه أو جربوه أيام الإيبولا، هو لم يعني يلاقوا نتيجة كويسة مع الإيبولا، بس لقوا إن هو في التجارب المخبرية بتاعته بيجيب نتائج كويسة في قدرته على منع الفيروس من التكاثر. ده اسمه ريمدي سيفير. الخط الثالث هو ايه؟ لوبينا فير وريتو نافير، دول دوايين هيستخدموا مع بعض، وده بيستخدم، هذه الأدوية بتستخدم لعلاج الايه؟ الايدز. ده كده الخط الثالث. الخط الرابع اللي هو بقى اللوبينافير والريتونافير مع انترفيرون بيتا. انترفيرون معروف وبيستخدم كان زمان للفيروس كبد بي، الوبائي بي. الانترفيرون ده معروف كويس قوي، وده من النوع اللي بيموت الخلية باللي فيها، بيموت الخلية باللي فيها، الفيروس اللي فيها، ولذلك الأعراض الجانبية بتاعته الانترفيرون الأصلي كانت كتير قوي، لكن بيتا ده إلى حد ما مختلف وأعراضه الجانبية أقل. فده الخط الرابع مكون من 3 أدوية. الخط الخامس هو العلاج المتبع عادة، ده خط تاني، يعني أنت بتعمل، بتدي باراستامول وي وي، وبرضه عايزين نشوف ده مقارنة بالخطوط الأخرى عشان يختاروا أنه خط علاجي أفضل. الموضوع مكتوب بالتفصيل في اللينك اللي أنا حاطه، اسمه ساينس ميجازين او حاجه زي كده، مجله كبيره ممكن تشوفوا، اللي يحب يقرا بقى التفاصيل كلها يقراها هناك. بالمناسبه برضو يعني قريب من هذا الموضوع، ما نستعجلش ونستخدم اي دواء. فمنظمه الصحه العالميه عملت تحذير ضد استخدام ادويه
لم يتم التأكد من فعاليتها ضد فيروس كورونا. ليه؟ لثلاث أسباب. السبب الأول إن هي بتدي أمل كاذب للناس. السبب وده طبعا ليه أعراضه الجانبية النفسية الرهيبة يعني. السبب الثاني إنها بتعرض الناس اللي تستخدم الدواء ده لمخاطر إحنا في غنى عنها. ثالث حاجة إنه أما تيجي تستخدم دوزة أي نوع من الأدوية تستخدمها وما تكونش فعالة في المرض بتاع الكورونا، إيه اللي هينوبنا؟ إن إحنا بنسحب الأدوية ديت من عيانين مستحقين، زي مثلا الكلورو كين لما نسحبه كده من السوق. طب ما الجماعة بتوع الملاريا والجماعة بتوع الروماتويد دول هيعملوا إيه اللي بياخدوا هذا الدواء؟ لكن لما يثبت فعاليته ساعتها الشركة اللي بتنتجه سنافي ديت ولا مش عارف اسمها الفرنسية تبتدي تنتج كميات هائلة تغطي احتياج ده واحتياج ده. فعشان كده في تحذير ضد استخدام هذه الأدوية قبل التأكد من فعاليتها. على خط تاني أوروبا بتقوم بترايل أخرى اسمها ديسكفري، على أساس هتبقى ماشية مع موازية للميجا ترايل بتاعت World Health Organization الـ WHO. الديسكفري دي بتاعت أوروبا هيقودها مين؟ هيقودها الفرنسيين مع 7 دول أوروبية، وهتغطي 3200 بيشنت. هتشمل نفس الأدوية اللي قالتها الـ WHO فيما عدا الكلوروكين، وهيطلعوا النتائج بتاعتهم ويعرضوها على الـ WHO، وبعدين يبتدوا يجمعوا ده وده، التجربة بتاعت السوليداريتي والديسكفري، والاتنين مع بعض يطلعوا النتيجة إنها إيه. إن شاء الله نتوقع بالكتير 3 أسابيع إن شاء الله. دواء الكلوروكين ده بقى يعني اللي اتسحب من السوق يعني معروف من زمان، عشان كده أنا أمل كبير فيه. أول حاجة من ناحية الأمان بتاعه معروف أمان، ده هو بيتاخد الكلوروكين أو الهيدروكسي كلوروكين بيستخدم للمريض بتاع الملاريا بكمية 2500 مللي جرام، جرعة كبيرة جدا. فعارفين الدكاترة المختصين عارفين والسجلات موجود فيها الدواء ده إيه هي أعراضه الجانبية وإزاي نتصرف في حالة حدوث أعراض جانبية وإزاي يتاخد بطريقة آمنة. بس طبعا دايما بيبقى بيتاخد تحت إشراف طبي، باستثناء لو بيتاخد للوقاية. الوقاية بتتاخد جرعة صغيرة جدا اللي هي 300 مللي جرام حباية، لكن لعلاج الملاريا 2500 مللي جرام، يعني قد الجرعة الوقائية حوالي 9 أو 10 مرات. فان شاء الله انا متوقع ان الكلوروكين ده من الحاجات برضو اللي هتنجح والناس هتستخدمها. بس رجاء اللي يعني ما تجروش على هذا الدواء وتحوشوه، لان ان شاء الله الدواء يبقى متوفر. واخدين بالكم انتوا دلوقتي اللي بيشتريه بالغالي. انا شايف اونلاين هي علبة الدواء تمنها 5 6 دولار، اونلاين الدواء مكتوب بكام؟ 70 دولار ونص طاق. يعني يا ريت بس ب70 دولار، لا ومفيش ستاك يعني خلص. ان شاء الله ننتظر الاخبار الجيدة قريب بهذا الشأن، ولحد ما يظهروا ادي احنا بنعمل التقرير اليومي. واشوفكم ان شاء الله بكرة في التقرير بتاع يوم 27 مارس. يحيينا ويحييكم ربنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.